جزا الله خيرا برنامجنا ما بذل، ومن شارك فيه يوميا واتصل، وجزا الله خير وجزا الله خيرا وجزا الله خيرا شيخا جليلا، قارئنا مقرئنا ابن عبد الحكم. في رمضان اجتمعنا وفي الثانية التقينا، فكان لحياتي عظيم الأثر. تلونا درسنا سمعنا سويا شرح آي قصار السور. لله درك يا مجدنا أنرت للحائرين السبل. وبعد أيام سنقول وداعا، ولكن قرآني رفيق العمر. الله يا فجر على هذا الكلام الجميل. الله يحفظك يا فجر، أنت ومن كتب هذا الكلام ومن ألف هذه، أحاسيس جميلة وشعور صادقة، محبة القرآن ومحبة أهل القرآن ومحبة القنوات الجميلة التي تنشر القرآن وتنشر الخير. بل أنت يا فجر، أنت وشيماء وصديقاتك وكل من يشاركنا من أبناء وبنياته، أنتم هدية البرنامج بل هدية العمر كله. والله الله يحفظكم بنيتي، شكرا جزيلا. لكن يقول المخرج بشرهم أننا لن نقول لهم وداعا إن شاء الله أبدا، سنستمر بإذن الله على عهدنا، وإن كنا في رمضان كل يوم، لكن إن شاء الله في بعد رمضان سيكون لنا لقاء أسبوع بحول الله وتوفيقه وتيسيره بإذن الله سبحانه وتعالى.